السيد احمد طلحة، حضرتك سيد صلى الله عليه وصحبه وسلم. قول لي بقى، يعني ما الساده كتير في ليبيا؟ نعم الحمد لله رب العالمين. فحضرتك من صاحب وصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب نسب شريف لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي بقى، كلمني شويه عن ده، وازاي كان ليه اثر، وازاي بيظهر ده في اثناء المولد؟ الحمد لله رب العالمين. بالنسبه للمغاربه كلهم في المغرب الكبير من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وفيه ايضا موريتانيا، من قدوم مولاي ادريس الاكبر يعني الساده الادارسه والدوله الادريسيه انتشرت في المغرب الكبير. صحيح. فعندنا في ليبيا مدن كامله لا يقطنها الا الاشراف. الله اكبر. كمدينه ودان يسموها ودان، شرفه الودان، ودان هذه كلها فيها شرفه من قبيله واحده. كذلك مدينه زليتن لا يقطنها الا الساده الفواتير، اولاد الشيخ سواء الجوانيه والبرانيه، هكذا كلمات عندنا داخليه خاصه يعني. وغيرهم منتشرون، كل الجل، لا اقول الكل، جل الموجودين في ليبيا هم من سيدنا الامام الحسن، سيد ابي محمد الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه، ابن سيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الشريف. فهذا شرف كبير حقيقه للانتساب. احنا عندنا الساده وعندنا الاشراف. نعم. عندنا حضرتك سيد، الساده هم سيد من ال سيدنا الحسن، والاشراف هم من سيدنا الامام الحسين. سيدنا اولاد سيدنا الحسن فيهم حشمه، فيهم كده وقار وكده، يعني معروفين. يحققنا وإياكم بذلك يا سيدي. اولاد سيدنا الحسين فيهم حنان يعني رضي الله عنهم. فهم بيقولوا كده. الله الله. وكان في قصه شهيره، كان فكره ان انت بناني ولا شريف. انت حضرتك بتستغرب اللي انا عارفها، مشهوره قوي. فحضرتك في المولد بقى كان وكأن حضرتك بتحس بقى ده مولد بابا بقى، يعني مولد انتماء. يعني طبعا طبعا في انتماء باطن، خصوصا جدي رحمه الله، جدي خليفه نسي احمد فوزي خليفه. فجدي خليفه كان يحضرني في كل عيد، يحفظني اسماء اجدادي العشره. الله، يعني النسب الشريف. لابد. وكان يركز معي سبحان الله دون ابناء العموم الاخرين، فكان يعني يسال هذا عن ساعتي ويسال هذا عن حذائي، لكني ياتي بي الى يقول لك انت بقى سمع بقى سمع احمد ابن فوزي ابن خليفه ابن جبريل ابن مشاقن ابن دعبس ابن قصابي ابن عبد السيد ابن الطالب ابن الطلحي. فكنت اخرج الى الشارع وانا منبسط جدا. فلما بدات يعني اتتبع النسب من الطلحي وجدته وصل الى الدوحه المحمديه. الله اكبر. هذه كانت ببركات الجد رحمه الله رحمه الابرار. احنا بنحاول بقدر الامكان نتفيأ الظلال، وازاي حضرت النبي منور الحياه كلها. اللهم صل عليه. فمن النسب الشريف، انتوا عندكم اكل حلو بتعملوه في المولد يا نعم. سيد احمد. نعم. ايه نعم. بقى بتعملوه نعم. في المولد إيه؟ بالنسبه للمشارقه عندنا اكله، هي اكله دخلت اكلتان دخلتا ليبيا. وكلاهما دخل مع موطأ سيدنا الامام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني ليبيا لما تاسست عام 1951 اسسوها في الدستور الليبي على عقد الاشعري وفقه مالك وفي طريقه الجنيد السالك. الله أكبر. هذا دستور البلاد. فعندما دخل موطأ سيدنا الإمام مالك تقيد الناس حتى بالملابس، بملابس السيدات، بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها في شرح الإمام الزرقاني على موطأ الإمام مالك. أيضا في أكلة تانية، أكلة الثريد، وهي الموجودة في العهد الشريف، هي الأكلة المعتبرة والمعتمدة عندنا. إذا أرادوا إكرامك جعلوا صنعوا لك من الطعام الثريد مباشرة، واللحم المسلوق بجانبها. تعرف أنت عارف أن بعض الروايات بتقارن ما بين السيدة عائشة وسائر النساء وداخل. نعم. فيها نعم. الثريد. نعم نعم. مش كده؟ فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعندنا أكلة أخرى تصنع عند ولادة المولود، وهي العصيدة. العصيدة عبارة دي العسل والزبدة أو السمن أو ما شابه. هذه تصنع باستمرار، هي أشبه ما تكون عندكم في مصر، هي بسد الحنك قريبة منها كده يعني. فهذه تصنع في يوم ميلاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تصنع في عموم الأوقات، تؤكل صباحا ومساء، إذا جاءك ضيف سريع تصنع بي، يعني ما تاخدش معك 10 دقائق. سريعة جدا. سريعة جدا. وأتقنها إن شاء الله نطعمها سويا سيدي بإذن الله. تشرف وتنور. أنا أظن أكلتها ما شاء الله، كانت شهية ما شاء الله ولطيفة. فتصنع في يوم ميلاده الشريف صباحا، ميلاد الشريف صلاة الفجر مباشرة، كل عشان فيها العسل، عشان فيها الحلا، يعني عشان فيها الحلويات يعني. هي عادة عند الليبيين يأكلونها في صبيحة يوم مولده الشريف، يصلون الفجر ثم مباشرة يطعمون هذه. خليني أقول لحضرتك، أنا إزاي تأملت ما ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عاشوه إخواننا في ليبيا، واللي عشناه هنا في مصر. إيه اللي كان خلى طبع حضرة النبي يحب الحلو البارد، زي ما ورد في الشمائل، وزي ما ورد في كثير من كتب السنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو، لأنه في الحقيقة يرى أن أقدار الله والحياة كلها حلوة من جهة أن الله جميل.
فالحلو هنا رمز للجمال، الله، والبرودة رمز للسكينة، الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبش الأشياء الحارة، الله، عشان ما يذكرناش باللهيب، ولكن يذكرنا بالإيه، ببرد الطمأنينة. زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال فماذا فإيه، فحسست ببرد أنامله في صدري. يا سلام، البرد دايما بيبقى نوع من أنواع الشعور بالطمأنينة. وكأن رسول الله بيقول إن في كل ما نجده في الحياة عندنا بنتنقل ما بين حاجتين، ما بين رؤية جمال الأقدار والماذا، والسكينة والتسليم مع الله. الله، حتى الأكل نفسه مع حضرة النبي بيغير الحياة. ونهي عن الحار، يعني آه طبعا، كان لا يحب الحار صلى الله عليه وسلم. وانا 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 ساعات بزودها واقول لك الحار ده ينفع يبقى الاشياء الساخنه والاشياء الملتهبه. اه نعم سيدي. يعني بقول الاثنين، بس طبعا ما بقولش كده عشان اخواننا في بعض الدول عندهم البسباس، لكن هو الحقيقه ان حضره النبي لا يحب الحار عشان ما يبقاش بيقلب حياه الناس بالكلام عن النار والكلام. وسبحان الله، والواحد يقعد بقى يتامل الناس اللي دايما ما يذكروش، ما يكلموش الناس غير عن النار، وكأن هم مش فاهمين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننفر الناس من ان هم تعتبر، لكن لا نقننة الناس ولا نجعل حياتهم على حافة الهاوية ابدا. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخلنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وصحبه وسلم. لا سيما انه الحبيب روح الفداء من مطعوماته ومشروباته أنه يحب الحلو والبارد، وأيضا سقى كثير من الصحابة، من سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حادثة سيدنا أبو بكر الصديق. صحيح. وهنا أدندن دائما في بالي هكذا أبيات شعرية، لسيما يعني كم أود سماعها من سيدي محمود، وهي أقبل الساقي يعني يا سلام، كيف سيدنا النبي اللي حيسقينا وهو الذي سيسقي كل الناس، كل الناس يوم القيامة. حضرة النبي يعني المتأمل يعني واللي بيعيش مع حضرة النبي، حضرة النبي يسقي دائما. يعني أنا دائما أقول إن حضرة النبي يسقي ويروي القلوب، لأن حضرة النبي قال حتى في الحديث إنما أنا قاسم والله يعطي. الله. فيقسم دائما، يعني لو كان الله سبحانه وتعالى يطعمنا ويسقينا، فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكأس دائما، صلى الله عليه وسلم.